أعلنت شركة مطار البحرين أن حجم الشحنات المتداولة في مطار البحرين الدولي خلال العام 2020 بلغ 300,205 أطنان، على الرغم من الهبوط الحاد في حركة الشحن الجوي العالمي، والتي شهدت أيضا تقلبات كبيرة على مدار العام نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا. وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مطار البحرين السيد أيمن زينل إن إجراءات الإغلاق وتدابير السيطرة على الجائحة التي شهدها العالم في بدايات العام أسفرت عن اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد وانهيار حاد للأنشطة الاقتصادية، طالت تداعياته شركات حركة التجارة والشحن الجوي. كما أكد أن افتتاح مبنى المسافرين الجديد في يناير الماضي وأعمال التطوير الجارية في قرية الشحن الجديدة يضمنان مواكبة المطار لأي نمو مستقبلي.